أعلنت وزارة الموارد المائية والري انتهاء مباحثات اللجان الفنية والقانونية حول سد النهضة والتي استمرت 11 يوما، مشيرة إلى استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل السد. وذكرت الوزارة أن محادثات اليوم الأخير عقدت بغرض الوصول إلى تفاهمات بشأن النقاط العالقة في المسارين، وتلاها اجتماع الوزراء الري والمياه للدول الثلاث. وأضاف البيان أن الوزراء الثلاث اتفقوا على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائي عن مسار المفاوضات إلى جنوب إفريقيا غدا الثلاثاء، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وتمهيدا لعقد القمة الإفريقية المصغرة.